السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا اليوم بقول بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا لهذا اليوم هو ريف مناف. ريف مناف. اليوم أصدقاؤنا فاروق ومفيد ذهبوا لزيارة صديقهم مناف الذي يعيش في الريف، والريف منطقة زراعية ليست في المدينة وإنما منطقة زراعية تسمى الريف. الريف أصحابها يعتمدون على تربية الحيوانات، من هذه الحيوانات البقر والوز، ويعتمدون أيضا حيوانات أخرى ويزرعون مختلف المحاصيل الزراعية. قبل أن نبدأ درسنا اليوم لنراجع سوية الحروف التي مر ذكرها في الدروس السابقة. الحرف له أربعة أشكال: حرف أولي، وحرف وسطي في وسط الكلمة، وحرف آخر ملتصق، وحرف آخر منفصل. لنراجع أصوات الحروف: د د د د آ آ آ آ أر 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 أو 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 ب أولي في أول الكلمة، ب وسطي في وسط الكلمة، ب آخر متصل، وب آخر منفصل. إن أولي في أول الكلمة، إن وسطي في وسط الكلمة، إن آخر متصل، وإن آخر منفصل. إم 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 آخر. حرف الق، تعرفنا على حرف الق في أي درس؟ نعم، في درس بوق. ق أولي، ق وسطي، ق آخر متصل، وق آخر منفصل. حرف الإز، إز إز إز. ودرسنا السابق تعرفنا فيه على حرف الإل. إل أولي، إل وسطي في وسط الكلمة، إل آخر متصل، وإل آخر منفصل. تعرفنا عليه في درس نبيل بقال. درسنا لهذا اليوم نتعرف فيه على حرف جديد، حرف اف. اف اف. حرف الاف له أربعة أشكال، ومن الحروف المتصلة اف أولي، اف وسطي في نص الكلمة ووسط الكلمة، فاتح ذراعيه ليستقبل حرف في بداية الكلمة وحرف في نهاية الكلمة أو في نص الكلمة، إف آخر متصل، وإف آخر منفصل. نبدأ بكتابة الحروف في هذا الشكل على سطور الدفتر: إف أولي، إف وسطي، إف آخر متصل، إف آخر منفصل. أعزائي أولياء الأمور، أبدأوا بكتابة حرف الإف على السطر الأول، والطالب يملأ الورقة كاملة. والمقاطع، التي ذكرناها في هذا الدرس مع حروف المد: فا إف آ فا، إف أو فو، إف إي في، إف إي في. مقاطع مع الحركات: ف فو في، مع الفتحة، مع الضمة، مع الكسرة. أيضا نقوم بكتابة السطر الأول، المقاطع في أول الورقة، والطالب يملأ الورقة كاملة، والمقاطع مع الحركات، والطالب يملأ ورقة كاملة. لنبدأ بقراءة الدرس. درسنا لهذا اليوم هو ريف مناف. المقطع ري 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 إف ريف، ري إف ريف. متكونة كلمة ريف من المقطع ري وحرف الإف، تكونت لدينا كلمة ريف. ريف. م نا منا، إف مناف. م نا منا، إف مناف. ردد معي عزيز التلميذ: ريف مناف، ريف مناف. فا
فاروق، فاروق، كلمة فاروق، فاروق، فاروق. تعرفنا في الدروس السابقة على هذه الكلمة في درس بوق في حرف الق، أو في درس نبيل في حرف ال. يقول، يقول، كلمة يقول. يقول، يقول، يقول. يقول، يقول، يقول. هنا نقطتان رئيسيتان. المقطع يا من الحرف اي أولية مع الآ، يا، يا، مو، في، مفيد، 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 مفيد. لنردد معا، فاروق يقول يا مفيد. نزو، نزور، نزور، يعني نذهب لزيارة صديقنا مناف في منطقته في الريف. ري، ري، ف، ريف، ريف. هذه هي الإف المتصلة في نهاية الكلام، تتصل مع حرف الإي، ريف. م، نا، منا، إف مناف. هذه الإف المنفصلة في نهاية الكلام، نهاية الكلمة، لأن حرف الآ ليس من الحروف المتسقة. منا، منا، إف مناف. إف إي، في، في. من المقطع إف و إي تكونت لدي كلمة في. ري، ري، في، ري، في. هنا كسرة أسفل الإف، هنا كسرة أسفل الإف. ريفي، هنا ريفة، هنا ريفي، فتحة كسرة. منا، منا، إف مناف. ماذا يوجد في ريف مناف؟ هذه الحيوانات. بق، بق، أربقر. هذه البقرات التي نستفاد منها، نأخذ منها اللحوم ونأخذ منها الحليب. ب، ق، ب، ق، ار، بقر. اف اي، في، اف اي، في. ري، ري، في، ري، في. م، م، نا، منا، اف مناف. ايضا يوجد في ريف مناف الوز، هذه النلوزات. Where is was? Where is was? لنأخذ كلمة فاروق ونقوم بتقطيعها إلى مقاطع. فا، فا، المقطع فا، رو، فاروق، فاروق، متكونة من مقطع فا، مقطع رو، وحرف الق. تكونت لدي كلمة فاروق، فاروق. لنأخذ أيضا تدريب، كلمة تدريب، لنتهجأ تدريب معا. تد، تد، ري، تدريب، ب، تب، تدريب، تدريب. تعلمنا في الدروس السابقة أن نأخذ كلمات ليست موجودة في القراءة في الدرس، كلمات خارجية مثل كلمة ف، أر، فر، د، فرد، فرد. كلمة فرد أضيف لها حرف الإي وتكون عندي مقطعين، كلمة مقطعين، فر، دي، فر، دي، فرد، فردي، فرد، فردي. والمقطع فا مع حرف الأر تكونت لدي كلمة فار، فار. ردد معي عزيزي التلميذ، فار، فار. ام اولي مع الضمه او، مو، اف، مفرد، مفرد، مفرد. هنا الد ساكنه
لا توجد عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، هذه هي حركة السكون. كلمة مفرد، وأيضا كلمة اسم ولد، فري د فريد، فري المقطع اي، فري د فريد. وكلمة اسم ولد أيضا، فاقي د فاقد، لنردد معا، فاقي د فاقد. وأيضا لدي كلمة رفيق، ما هو الرفيق؟ يعني الصديق، رفيق. أيضا لدي اسم صديقة جديدة، رفيف. هذه البنت اسمها رفيف. هنا أستطيع أن أميز بين كلمة رفيف وكلمة رفيق، ما الفرق؟ نعم، هنا ق وهنا اف، والفرق بين حرف الاف والق فرقا في النقاط، هنا نقطة وهنا نقطتين، وأيضا فرق بسيط في كيفية كتابة شكل الحرف. نقوم بكتابة الدرس مرتين على الأسطر بصورة مرتبة في الدفتر وبنظام وبشكل نظيف، وأرجع للحرف بأربعة أشكال، أكرره وأعيده مع الحروف التي مر ذكرها في الدروس السابقة، لتصبح عندي هذه الحروف، وأبدأ بمراجعتها يوميا كتابة وقراءة. وحرفنا الجديد هو حرف الإف، أولي وسطي، إف آخري ملتصق، وإف آخري منفصل. هذا هو درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.